نوابة الأكاديميين العراقيين وجمعية أكاديميي كردستان المنتدى الأكاديمي الخامس تحت عنوان تطوير التعليم العالي في المركز وإقليم كردستان الأولويات والتحديات. طبعا هذا المنتدى من المنتديات المهمة التي تعقد في محافظة السليمانية عاصمة الثقافة في إقليم كردستان، ونحن كأكاديمي جامعة السليمانية وأكاديمي محافظة السليمانية نثمن اختيار محافظة السليمانية لعقد هذا المنتدى، وخاصة نحن في هذه المحافظة نعتب على جميع وسائل الإعلام وعلى المؤسسات بأن المحافظة مهمشة، لذلك عقد هذا المنتدى ضروري جدا. المنتدى يتناول عدة محاور، منها تشخيص مكامن الخلل أو ضعف في وزارة التعليم العالي والحقل الأكاديمي بشكل عام في إقليم كردستان وبغداد أيضا، وكذلك بحث سبل تطوير التعليم التقني في إقليم كردستان والعراق، وكذلك المحور الثالث من المنتدى هي كيفية صناعة القيادات الإدارية أو القيادات الأكاديمية في العراق. هذا المنتدى إذا إن شاء الله تم نجاحها وتوصل إلى الحلول والتوصيات، سيتم رفع هذه التوصيات إلى وزارة التعليم العالي في الإقليم وفي بغداد أيضا لتنفيذ التوصيات إن شاء الله نحو تنمية هذا القطاع الضروري المهم في العراق. هذا المنتدى له أهمية كبيرة على المستوى العلمي والتعليمي. هذا المنتدى يبحث عن تطوير العملية التعليمية من حيث الرسانة ومن حيث التعليم والتعلم، وحقيقة الكل ينشد إلى الرسالة العلمية لغرض إنتاج مخرجات، هذه المخرجات تساهم في مشاركة المجتمع وفي بناء الوطن. الحقيقة الكل مهتم بهذا المنتدى، ونحن نرى أن الجميع مسؤول مباشر عن تطوير العملية التعليمية، ولا بد لنا أن نتكلم بواقعية وموضوعية. هناك قوانين صدرت لغرض حماية التدريس ولغرض إعطاء التدريس حقوقه من خلال صدور القرار 45 لسنة 2016 واللي ورد بالمادة 45 من قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 المتضمن إنشاء صندوق للتعليم العالي الأهلي يضم التدريسين والموظفين، ولكن هذا مضى عليه 7 سنوات ولم يرى النور. هناك إخفاقات حدثت للتدريسين، حقيقة لابد لنا أن نكون واقعيين. هذا عندما بالقرار 16 لسنة 2016 في أوج عظمة التدريس وحيل على التقاعد، وهذه نقطة تحسب على الذين صدروا هذا القرار، ومن غير المعقول أن يكون الأستاذ في أوج إنتاجه وأوج معرفته يحال على التقاعد. والحمد لله الأستاذ استطاعت الكليات الأهلية أن تحتضن هؤلاء وأن يقدموا ما لديهم من معلومات علمية وأكاديمية وتعليمية للكليات والجامعات الأهلية. كما هناك أمور أخرى، لحد هذه اللحظة هناك من يحاول أن يلغي بعض الامتيازات التي حصل عليها التدريسي بالقانون 23 لسنة 2008 بحجب بعض المخصصات. المنتدى يقام بالمشاركة بين جمعية بين نقابة الأكاديميين العراقية
وجمعية أكاديمي كردستان، هي ليست خاصة بجامعة معينة، ولكن جامعة السليمانية هي إحدى الأطراف الراعية للمنتدى. والمنتدى هو فرصة ثمينة في الحقيقة لإقامة علاقات أكاديمية بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العراق وإقليم كردستان. وهنالك أهداف عامة للمنتدى تخص بشكل عام تطوير الواقع العلمي والأكاديمي والبحثي في الجامعات العراقية وجامعات إقليم كردستان والمؤسسات البحثية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك فرصة لالتقاء الأكاديميين من مختلف مناطق العراق للتباحث في مجالات التطوير الأكاديمي والارتقاء بمستوى الوضع البحثي في الجمهورية العراقية. هذا المنتدى الأكاديمي الخامس اللي تقيمه نقابة الأكاديميين العراقيين بالتعاون مع جمعية الأكاديميين في إقليم كردستان، وهي خطوة غاية في الأهمية لتوحيد الجهود باعتبارنا بلد واحد، وهموم الأكاديميين عند الطرفين هي هموم واحدة، ولاعتقادنا بأن الحكومة الحالية هي حكومة جادة في تقديم الخدمات وفي النهوض بالواقع التعليمي، وعلى وجه الخصوص أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند لقائنا مع معالي الوزير وجدنا هناك رغبة كبيرة لتقديم الخدمة وتحقيق النجاح للجامعات العراقية اعتمادا على الكفاءة والنزاهة والإمكانية العلمية والمهنية المتوفرة في اختيار القيادات الجامعية، وهو ما ينعكس أكيد على الجامعات العراقية. يتم تسليم التكريم لضيفنا الذي نقرأ أسماءهم الآن. الجامعة تكريم الأستاذ الدكتور عقيل مجيد السعدي عميد الكلية. يتفضل الأستاذ الدكتور عبد العظيم موقر لاستلامه بالنيابة.